برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معانا خبر خاص بتحذير رسمي من أدوية، من 4 أدوية مغشوشة بالأسواق بينها قطرة للعين، فقد حذرت هيئة الدواء المواطنين من مستحضرات ثبت عدم صلاحيتها. لتفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور سيدنا، صباح النور سيدة مشاهدينا، أهلا بحضرتك معنا. نعرف من حضرتك طبعا توضيح أكتر لهذا التحذير، ونعرف إيه الأدوية الأربعة اللي صدر تحذير بعدم صلاحيته. هو طبعا في حضرتك عارفة هاي الدول المصرية يمكن كل فترة بتطلع منشور خاص بغش الدواء في مصر، وللأسف الشديد الناس لو لاحظت أن معدل انتشار غش الأدوية زاد بالتزامن مع السماح بالتطبيقات الإلكترونية بتداول الدواء في مصر. يعني احنا كنا لو تفتكر حضرتك من فترة كان صعب جدا نلقى كلمة دواء مغشوش، وكان ممكن تعمل أزمة. احنا بدنا نتعود على الموضوع ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هناك ايدي خفية بتحاول ان تدمر صناعة الدواء المصرية. احنا الحمد لله هذه الدواء المصرية قطعت شوط كبير جدا في الحصول على اعتمادات عالمية من منظمة الصحة العالمية WHO وغيرها عشان خاطر ندخل في سباق التصدير. احنا عندنا 160 مصنع في مصر، احنا بنصدر بحوالي 350 مليون دولار، ده رقم هزيل جدا 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 بالنسبة لقدرة الصناعة الوطنية المصرية على منافسة أجود الأنواع الأدوية الموجودة في العالم كله. احنا أفضل صناعة في الشرق الأوسط. طيب بنيجي بقى بموضوع التحول الرقمي. احنا بشكل عام كنقابة الصيادلة وكشعبة أدوية احنا مع التحول الرقمي، ومع التطور الرقمي اللي ضيف مش اللي يحاول يتحول لعمل سلبي. للأسف الشديد مع السماح بتداول بعض الأدوية عن طريق السوشيال ميديا والفيسبوك والتطبيقات، بيت أرض خصبة لأي حد عايز يغش دواء انه يقدر يحط هذه الأدوية على هذه المواقع في فترة وجيزة جدا، يقدر يصرف كل هذه الأدوية. بالنسبة للأدوية اللي حضرتك اتكلمت عنها، في طبعا قطرة مضاد حيوي شهيرة جدا تستخدم في التهابات البكتيرية الخاصة بالعين، ودي طبعا حاجة خطرة، لأن العين بالذات احنا اتكلمنا بكده صدرين ان العين الحاجة القطرة بتتعمل بتبقى منطقة عقيمة. يعني القطرة بتبقى معقمة عشان خاطر ما يسمحش بأي ميكروب ممكن يدخل على العين، تعمل مشكلة كبيرة جدا. في طبعا مضاد حيوي شهير مادة فعالة، طبعا القطرة المادة الفعالة اعتقد موكسيفلوكسين، مضاد حيوي أقراص تاني لينزوليد الأقراص. طبعا خلي بالك هو ما بيعمل ايه، بتارجت أدوية غالية وحركتها سريعة عشان يقدر يستفيد أكبر استفادة مادية ويقدر يخلصها بسرعة. بالظبط. مضاد حيوي طبعا الشريط اعتقد ب 110، المادة الفعالة اسمها لينزوليد 600، وفي حاجة تانية خاصة بالغدد، وفي فيتامين حقن التهاب الأعصاب نازل وشغال لفترة، بدوا يضربوه برضو عشان خاطر شغال كويس، فده بيعمل طبعا ايه مشاكل كبيرة جدا. طيب احنا دورنا ايه بقى؟ احنا انا دوري كمواطن، انا طبعا هاي دول مصرية كجهة مسؤولة ما يكفي حاجة ما قسم اليقظة الدوائية، لما الشركة تبلغ او اي حد تفتيش بينزل على الصيدليات او على المخازن او على اي قسم من قسم اليقظة الدوائية في شركة الدواء بتبلغ الجهة المختصة، بتقوم انها بتنزل منشور وبتبلغ الجهات الرسمية بسحب هذا الدواء وتعمل ريكول لهذا المستحضر من السوق المصري وتحذيرات عليه. طالما هو وصل له ان هو في غش دواء، فبالتالي هذا المستحضر تم استخدامه من قبل المواطن المصري. انا كمواطن مصري عليا نعرف ازاي بقى يا دكتور، يعني نعرف ما احنا اتكلمنا في النقطه دي. بص يا فندم، انا كمواطن مصري اقول لحضرتك عليا مسؤوليه كبيره جدا، اللي هو ايه؟ ان انا ما اضعفش قدام التطبيقات الالكترونيه وقدام الخصومات اللي بتتعمل على مواقع التواصل الاجتماعي. اتاكد مليون في الميه الدواء ما في ظل المتغيرات العالميه واسعار الشحن واسعار المواد الخام اللي زادت، تاكد مليون في الميه الدواء لما بينزل بخصم عالي، تاكد مليون في الميه انه لازم يبقى دواء مشكوك فيه ودواء غير مصرح فيه، وبيبقى دواء بنسبه 100% دواء مغشوش. طب انا كنت اقول لحضرتك انا اعرف ازاي، احنا اتكلمنا في نقطه بس يعني انا كمواطن. يا دكتور حضرتك قلت نعرف من بالتجربة. اللون عايز اقول لك على حاجه، انت عارفه انا افاجئك على حاجه، ممكن كمقدم خدمه صحيه وكصيدليه انا ممكن ما اعرفش. يعني بيجي لي هو بيبقى الفروق طفيفه جدا، درجة الكتابة، لون الكتابة، اللي رقم التسجيل مكتوب في الحتة الفلانية، درجة اللون بتاعت الطباعة،
الباتشة مكتوبة في الحتة الفلانية، ده كله حاجات ما حدش ياخد باله منها، لأن أنا كصيدلي أنا عندي أكتر من 17,000 دواء مستحضر طبي دوائي مسجل في الهيئة الدول المصرية. فبيجي هو طبعا عن طريق المخازن الأدوية، ودي طبعا بيت مشكلة كبيرة جدا، هي مخازن مرخصة وإحنا بنطالب بتشديد رقابة عليها عشان بس إيه ما حدش يتكلف الصيدلات. لا، الصيدلات بتجيب من جهات مرخصة وجهات معتمدة، لكن السماح بتداول الأدوية عن طريق السوشيال ميديا والتطبيقات الإلكترونية سيتسبب في كوارث كبيرة جدا للجمهور المصري خاصة بهذه الأدوية المخشوشة. طب القطرة دي نعرفها ازاي يا دكتور؟ يعني الكريم هنحاول نشوف مثلا ملمسه تقيل خفيف لونه متغير، القطرة دي نعرف ازاي ان هي مخشوشة؟ القطرات يا فندم بشكل عام بتبقى حسب المادة الفعالة اللي فيها، ممكن تبقى على هيئة سسبنشن مستحلب، ممكن تبقى سائل رائق، ممكن تبقى واخدة لون معين بنسبة كبيرة جدا. اللي بيضرب ما بيقدرش يوصل لدرجة اللون الموجودة في القطرة نهائي، فالمريض نفسه ما يجي يستخدم القطرة بيحس ببعض الاختلافات. قطرة كان بتعمل له مثلا حاجة في العين، حرقان شوية، ما بيحس بالحرقان أو العكس، ما فيش تحسن، كل ده بيحسه مع الوقت. لكن عشان كده بنقول لحضرتك برضو السؤال اللي حضرتك سأليه صعب الإجابة عليه، لأني طب أنا النهاردة عرفت القطرة دي وخلاص عرفناها والاختلافات بينها، طب بكرة قطرة تاني ضربت أو حصان تاني ضربت، ما أنا ما بعرفش إنها ضربت إلا لما بيحصل ليها، لما يحصل إن إحنا بنكتشف هذا الموضوع. ويكون طبعا في بعض المرضى وقعوا ضحايا وخدوها. عشان كده بقول لحضرتك يعني إحنا لازم يبقى في حملة توعوية وإعلامية من الإعلام المصري بشكل عام، وفي ضغط من الجهات الرقابية ومتخذ القرار ولجان التشريع مجلس النواب والشيوخ ان عدم السماح بتداول الدواء الا من خلال الصيدليات. التحول الرقمي عمره ما كان ان يتم السماح بتداول الدواء عن طريق الطلبات الالكترونيه. التحول الرقمي ده اعمل منصه الكترونيه للصيدليات، اعمل منصه الكترونيه لهيئه الدول المصريه، ان انا لو عايز اعرف اي مستحضر دوائي عندي مسجل وغير مسجل ادخل على هذه المنصه وهذا الموقع واشوف واكتب رقم التشغيله. دي مهمة جدا. الحاجة الثانية بقى المهمة جدا ان في 2016 اتخذ قرار في عهد الدكتور احمد عماد وزير الصحة السابق بالتتبع الدوائي. التتبع الدوائي تراك اند تريس، ودي شركة عالمية كبيرة موجودة في مصر، وخلاص في احد الجهات في مصر بدأت تاخذ خطوات في هذه الفترة بعد ما زاد موضوع الأدوية المغشوشة، ان اي علبة دواء حضرتك بيبقى عندك ابلكيشن بتدخله كده على الكود، حرف حضرتك الكود عامل زي النقطه، ده كود دولي بيحتوي على كل المعلومات الخاصه بهذا المستحضر، بيبقى موجود على ابلكيشن عندك على الموبايل مع اي مواطن بسيط جدا. ده بقى التحول الرقمي اللي انا اقصده، بتدخلي على الكود على العبوه بتعرفي العبوه بتاعتك سليمه ولا مش مظبوطه. ده لكن التطور الرقمي مش معناه ابدا انا اقول اصل اوصل المنازل اصل اوصل، ده كله بالعكس، ده كله ممكن يتسبب في مشاكل كبيره جدا. وخلي بالك من نقطه مهمه، في بعض الأدوية خاصة بالأورام بتبقى غالية جدا، بيتم تداولها إلكترونيا والمريض مش ما بتحسنش بس، ده المريض بتتفاقم الحالة بتاعته وخد وبتتسبب في نسبة وفاة لنسبة كبيرة جدا من هؤلاء المرضى. لكن مجرد ان هم بيقللوا بس السعر يا دكتور فالناس بتشتري، بيقلل يا فندم، بيجيبوا يا فندم حاجات من الهند والصين وحاجات مضروبة، حاجات غالية بالألوف بعشرات الألوف، والعبوة بتبقى غالية جدا وبيحب يستخدمها المريض وممكن تتسبب في وفاته. للاسف الشديد ما فيش سكريننج عندي او تتبع عشان اقول والله ده المرض دول خد ده توفى بسبب ان عنده يعني مرض ورم في مكان معين فخد دواء بتاعه غلط. لا، للاسف الشديد الموضوع ده مش موجود عندنا. عشان كده احنا بنقول لحضرتك الدواء مكانه الوحيد هو الصيدليه. يا ريت يكون فعلا في الثقافه دي ونبعد تماما عن المواقع الالكترونيه. بشكرك جدا يا دكتور. طبعا بشكرك طبعاً. دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه المعلومات.